بي الشعب الجزائري اللي مازال جراح وما براش، وهذا اللي خلاه في امان من الخطب اللي تدعي للشارع للا استقرار للفوضى، لان ما نساش والموضوع نرجع ليه شويه من بعد. فاذا كان اليوم نحمد الله على هذا الاستقرار اللي رانا فيه، يجب علينا وبخاصه انتم الشباب الا ننام على هذه المكاسب. عالم اليوم يتغير في الساعه، وش اليوم؟ فنسال نفسنا واش قادره تكون الجزائر على 5 سنين، على 10 سنين، على 20 سنه؟ لان كل هذه التواريخ نص ليله في حياة أمة وفي حياة وطن. وعندما نسأل نفسنا على هذه التحديات في المستقبل، تحديات المنطقة، يجب كذلك إذا باغيين نجندوا الشباب يقولوا المسؤول السياسي الحقيقة، وهي الحقيقة اللي لقاها في الإنترنت. بلادنا كانت في قائمة المستهدفين للربيع العربي، nous étions sur la liste. ولا الشيء اللي مقتنع به هاد جماعة الغرب وخدامهم في العالم العربي، كي يفشل ملف يقول لك ما جاش وقته حطوا على جهه، يجي معاه، ديروها في بالكم. الحاجة الثانية اللي لازم ما نساوهاش هو أن شباب مثلكم شهر بعد شهر يدوه في بلدان أجنبية، يدربوه على التمرد السلمي، هذه حقوق الإنسان، هذه كذا، امشوا كذلك في الإنترنت تلقاو أن الرسالة اللي خرجها صاحب الثورات تاع القرن 21 من شيكاغو، وطبقت في البداية في أوروبا الشرقية، ثورة أورانج، ثورة كذا، ثورة كذا، نهار بداو يطبقوها في العالم العربي، عربوا حتى الشعارات، عربوا حتى الشعارات، يقول لك كي تمشي تواجه الشرطة أنت غني له سلمية سلمية، وأشياء من هذا القبيل. بل أسوأ من هذا كله، قلت 99% من الجزائريين مازال رسالة نوفمبر في عروقهم تخليهم ما يقبلوش التدخل الأجنبي، مع الأسف في الأقلية القليلة نلقاو جزائري، ومع الأسف ابن شهيد راه يمشي حتى عند الصهاينة باش يناشدهم. لماذا؟ ما بقيناش في رواية استقلال منطقة القبائل، وصلنا إلى حكاية تدمير الجزائر، لا ديستروكسيون لالجيري. إذا يا إخواني يا شباب، هذه معركتنا كلنا، لكن بالدرجة الأولى معركتكم أنتم كذلك، لأن قد لا تكون خطر عظيم في هذه السنوات، لكن لا محالة سيكون خطر كبير في المستقبل إذا ما كناش في المرصاد. لما كان الشعلة تاع الوطنية تمر من جيل إلى جيل، فيه ذوك الغرب عنده خطاب والبعض ينقلوا عندنا، اللي تتكلم على الوطنية سي دي باسي، سي لا لونغ دو بوا، أول ديمقراطية في العالم، أكبر قوة تاع اقتصاد السوق في العالم هي أمريكا. كي تكون عندهم مباراة حتى النشيد تاعهم وما يديروش ما يعزفوش مثل علينا احنا بالحرس الجمهوري، يجيبوا فنان يغنيه وملعب تاع 80,000 واحد ينوض يغنيه. لكن ليهم الوطنية مليحة، ربما للغير لا، سي دي باسي. الزول في اللون اللي تما يسمى الزول مقرن
مرحبا إسوان، إن شاء الله هاتي لي لاباس. كنت تسمعوا في مسيو ويحيى أحمد ويحيى لكس بخمير مينيستر السابق، لكس أوسي بريزيدون تاع لو RND، في خطاب كما مالف مسيو ويحيى يقنع كي يتكلم كسوا بالفرنسي بالعربية ولا بتمازيغت. أحمد ويحيى الوطني نقولها ونعاودها، ونشاوي نشاوي ولد العرش نقولها ونعاودها. أحمد ويحيى الوطني اللي عنده الجزائر في دمه وفي قلبه، اليوم راهو مريض، الله يشافيه إن شاء الله والله يطول في عمره. جو نوبلي با باش نقولكم بلي أسا بيان سور الجمعة، إن شاء الله راكم عقبتوا بون فوندردي. الناس اللي راحت اليوم صلات الجمعة إن شاء الله راكم ما نسيتوناش بالدعاء نتاعكم، حنايا خويانكم المسلمين كيما نتوما، وما نسيتوش أحبابنا وإخواننا المسيحيين وإخواننا اليهود وكل الناس اللي حتى هو كلهم اللي عندهم دوتر كونفيسيون، ولا حتى الناس اللي ما يمنوش. حنا بيان سور نو سوم دي زيتر هيومان كل كي بعضنا. اسا الجمعة كما قلت لكم 9 جوان 2023، الساعة راهي تقريب 19h47. مرحبا بكم. Je n'oublie pas de partager avec vous mon second café d'aliyum. C'est-à-dire le café d'aliyum. Aliyum, je vais la partager avec vous, mes chers amis. Je vous dis que c'est un café d'aliyum. Pourquoi je vous dis que c'est un café d'aliyum? C'est pour vous dire que il y a des gens qui ont travaillé les khidmou le bled, les khidmou le bled, ملي كانوا ملي لوغ جون اج، باسكو أحمد ويحيى خرج من ليكول ناسيونال لوانا جو بونس، ملي خرج وهو يخدم في البلاد يخدم في البلاد يخدم في البلاد يخدم في البلاد، حتى جا النهار وين مسكين لقى روحو ملي كان ويحيى وطني، ملي كان الناس كل تسنى فيه باش يكون رئيس الجمهورية وخليفة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه. صبح اليوم الناس كل ينعتوا فيه بالصبع، شغل مجرم، شغل انسان اللي ما على باليش انا، حتى كي نقول لكم انسان مجرم خاطرش راح نشوف المجرمين اليوم من برا وراهم يحوسوا وراهم بلي مرسيدس تزو مدني مزراق اللي قتل وذبح الناس راهو يحوس ومثاله بزاف. اليوم سي يحيى راهو يعاني مريض، الله يطول في عمرو ان شاء الله يا ربي. حبيت ناشد المسؤولين تاع الجزائر ونقول لهم يا مسؤولين، الحقد راه مش مليح، والله ما هو مليح، حتى ولو ما تفهموش مع السيد كي يوصل به درجة انه في هذا الوضع هذا، والله غير حرام عليكم باش ما تنجموش تجيو تروحوا اسون شوفي، والله حرام عليكم، وربي راه ما يغفر لكمش هذا الشيء هذا، والانسان اللي كان سبب في حبس مسي ويحيى ولا في ناس اخرين ظلم، انا نقول لكم يا ناس والله غير يسلكها في الدنيا قبل من الاخره، والله 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 طروافوا كاين تجارب وشفناها، يا ما يخلص ما يخلصهاش هو يخلصوها ولادو، اذا ماهمش ولادو ومرتو، اذا ماهوش مرتو خوه ولا لا فامي تاعو يخلصوها في الدنيا قبل الاخره، حتى ولو كان هو راه يقدر يتوفى، والله يكون عنده ولادو يخلصوها كيما دار الناس هذو المظلومين. ها والله نديروا له حتى هو كما تدين تدان. إنسان مريض مريض مسكين يعاني ومازالوا حاكمينه في الحبس، واش ديروا به يعني؟ حبيتوه باش يموت عندكم في الحبس؟
واش استفادوا منه يعني كيموت عندكم في الحبس؟ علاش يعني بوركوا؟ علاه بوركوا؟ انسان مريض غير شو غير ان شاء الله سيدي معليش راكم تقولوا باللي راهو دار وراهو دار وراهو دار وراهو دار معليش مش مشكله احنا معاكم سيدي معليش احنا ما شفناش دار احنا ما شفناش نتوما تقولوا الناس اللي تقولوا داروا احنا على بالنا انا كون يتقسمون يقولوا لي علاه ويحيى راهو في الحبس علاه مشيو سلال راهو في الحبس علاه بزاف الناس اللي راهم في الحبس انا نجاوبهم نقول لهم هذه ريغلومون دو كونت انا نجاوبك انا اللي تقسيني نقول لهم باللي هذه ريغلومون دو كونت اللي لاحوا هذا الناس في الحبس خاطرش النهار الاول كي كان قايدهم صالح ها كي كان معاهم في الكلون كانوا هاد الناس كل ملاح لاباس عليهم ها نهار ما تفهموش مع قايدهم صالح اصبحوا اخرين جبدوا مع قايد صالح اخرين بقاو من هنايا اللي كانوا مع قايد صالح ولاو هما اللي وطنيين ولاو هما اللي الدوله ولاو هما اللي ها والباقي ولاو كامل كما قال واحد مجرمين فوالا ولاو كامل مجرمين دونك الشيء اللي حبيت نقوله باش ما نرجعوش يعني بزاف الامور ها باش ما نرجعوش بزاف الامور حبيت نقول لكم يا مسؤولين يلي عندكم بوفوار كونوا انسانيين ها كونوا انسانيين سواي دي زيت خيما ها سواي دي زيت خيما وطلقوا الناس المظلومين من الحبس الاولى خاطر كاين الناس على جال الدرابو نتاع الامازيغ راهو في الحبس وهذا ظلم هذا ظلم كبير ناس تكلموا كلمه قالوا ما عجبناش حنا فلان ما عجبناش هذا المشي هذا النظام هذا ولا منا في الحبس وهذا ظلم هذا ظلم كبير ومن هين نشوفوا الناس اللي ذبحت وقتلت وهما بعد مستعرفين يقول لك حنا ذبحنا وقتلنا راهم يحوسوا برا راهم يحوسوا برا وانا نقول لكم شوفوا كيفاه يعني الدنيا كيفاه تدور او كانوا بزاف الناس ما من قبيل بعد ما يعجبهمش كلام ويحل واش كان يهضر درك بني عمو بعد بني عمو اليوم راهم يقولوا له مليحه فيك مليحه فيك انت كادياس انت وجماعه اللي راحوا يخدموا مع البوفوار وزاد دي كادياس مليحه فيك خطا علاش خطاش مسي ويحيى قال لك اخويا انا ما نخيرش انا ابن عمي ونخليه للوطن انا ابن عمي داكوغ بصح الوطن هو الاول وقداه الخطره يروح مسكين ميسيون لتيزي وزو كي ضال تيزي وزو تغلي ويضال الحاله مقوده يبعثوه لديسيدور ويقولوا له روح طفي لنا النار ويروح مسكين ديجا واش كان يقول قبيلت انا يبان لي ما كانش واحد عنده الشجاعه كيما مسي ويحيى يتكلم كلام كيما هذا ما كانش حتى ولو الشيء اللي يهضر عليه الى ايتي بوسي باش يدير هالشيء هذا الى ايتي بوسي بار سارتان نيكستريميست سارتان راسيست اللي يحبوا يمحيو ليدونتيتي امازيغ وليو بوساو الناس كيما هادو اللي عادوا يقول لك خويا حنا نحبوا نخرجوا وحدنا باسكو ما قعدوش وحدهم هكاك وجاو خارجين قال لك نخرجوا وحدنا نو رغم ان احنا ماناش معاهم على كل حال احنا ماناش معاهم حنا نحبوا الجزائر وحده اون الجيري اوني ما نحبوش هما ولاد الجزائر لازم يكونوا هنا معنا كاش لازم يكونوا معنا كاش ما يروحوش وحدهم خلاص خلاص ايماجينو مسيو ويحيى غلط ايماجينو انا ما على باليش انا ما نجيبش نقول غلط انا ما نقدرش ما عنديش الملف قدامي وما شفتش واش غلط انا الشيء اللي هضروا عليه هو لي لانغودوغ لي لانغودوغ مسيو ويحيى ما راحش يسرقهم من الخزينه لازم نكونوا شويه ف شكون هو جيبوا لي رحم والديكم نكونوا صراحه شكون اليوم اللي يعطيو له لي لانغودوغ ويقولوا له ويقول لهم لا ما نحبش شكون اعطيو لي واحد اليوم في العالم يجيوه
من كل بي من لي بي وقال ها هاد لي لانغو دور هادو اعطيناهم لك كادو، ويجي هو يقول لك لا ما نديش، ما نديش، لازمني نبقى هكا، لازم نبقى ما ندي والو. لا كاينش منها، ما كاينش منها، صح. عطاو له لي لانغو دور ما صدقهمش، هذه الناس عطاوهم له، وعطاوهم له اشكو؟ عطاوهم للدوله ولا عطاوهم له هو؟ هو على حسب ما هضر قالك مانيش غير انا اللي ديت، عطاوهم لنا، قسموهم لنا، عطاو الطون فلان، عطاو الطون فلان، عطاو الطون فلان، خلاص من بينهم انا، وانا رحت بعتهم حتى ولو نجعلوها غلط. اسيدي يا معليش راني نمشي معاكم اسيدي، غلط معليش اسيدي، حنا نحكموا على الغلطه هذه، نقتلوها نذبحوها على الغلطه هذه. علاش وما شفناش حنايا ملي كان في عمره 18 سنه وهو يخدم في البلاد حتى نرتكب الغلطه هذه؟ هذو كامل ما نشوفوهمش، نديروا تراش لا بالونس، هيا نديروا لا بالونس اسيدي، نشوفوا مشي ويحيى منا واش خدم، ونشوفوا منا واش غلط، ونشوفوا اذا الشيء اللي غلط اكثر من الشيء اللي خدم اني معاكم. بصح كي نشوفوا باللي الشيء اللي يخدم ها وين طالع الفوق خلاص، والشيء اللي غلط فيه متاهات، يبان لي ما نحكموش على الانسان بالاعدام على جال غلطه. شغل نعطيكم انا مثال وفهموا رواحكم، شغل عندنا جوار يلعب معنا في ليكيب افون سونتر، اذا لي ماركي في لي بيت، واذا لي فرح فينا وجاب لنا لي كوب وجاب لنا منا وكاليفانا ديما نسلموا عليه، نسلموا يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. يجي نهار وين السيد هذا يراتي بينالتي، يراتي بينالتي، نجبدوا كل لي فلاش ونبداو نتيريو عليه. اسكو يعقل هذا؟ نشوفوا ترى واش لي كوب اللي جاوبهم لنا ولي بوت اللي ماركاهم لنا صافي لونطون، واش كاليفانا قداه خطره ومنعنا قداه دقيقه ماركنا دي، هذا كل ما نشوفوهمش ننساوهم، نحكموا له الى البينالتي برك اللي راتها. والله ما هوك، والله ما هوك يا ناس، والله غير ظلم هذا، والله غير ظلم هذا. انا نزيد نشت للمسؤولين ونقول لهم اذا مسي ويحيى دا الدراهم يا اخي كلش عندكم لهنايا، يهديو له كلش تاعو، اديو له كلش نتاعو اسيدي، اديو له كلش نتاعو سيزيوان سيزيوان سيدي. بصح تلقوا الراجل مسكين، تلقوا الراجل راهو فيه راهو يسوفري، راهو مريض، علاش عليكم؟ بوركوا؟ علاش الحقد هذا؟ علاه يعني؟ علاه بوركوا؟ علاش القلب نتاعكم الكحل هذا؟ علاه؟ علاش يعني؟ علاش؟ ما تخافوش الله، ما تخافوش ربي يعني، اذا ما خفتوش من الناس، اذا ما خفتوش من الناس، خاطر شو كاين الناس اخرين يسلط عليهم ربي اخرين اكثر منهم هما، او ربي هكا، او يسلط على الناس اللي يطغاو يسلط عليهم اخرين طاغيين اكثر منهم هما. انتوا ما خفتوش من الناس هذو، معليش خوفوا من الله، خوفوا من الله. وقال باللي السيد هذا راهو اخدم بالليطار وخدم الدوله، اغلط ودار حاجه مليحه، ودار غلط ودار حاجه مليحه، اليوم اخو تقولوا باللي دا لي لانغو دور ودا ما نعرفوش دا ودا دار اونتربريز معليش اسيدي. يا سيدي انا نقول لكم اديو له، ما تخليولوش فرنك واحد، ما تخليوهاش، اديو ما تخليولوش فرنك واحد، وزيدوا حكموا عليه اسيدي. قال اخويا حكمت عليك ب 100 مليار ما عرف قداش، يخلصهم بالعقل اسيدي. كاش يكون عنده روتريت ولا حاجه، كل خطره لا روتريت نتاعو نقسموها طرف يعيش به، والنص سيدي نعطيه لكم لوحوه في الخزينه حتى يخلص الديونات نتاعو اذا طول ربي في عمرو. مي تحكموا كيما هكذا؟ علاش هذا الحقد هذا؟ بوركوا؟ بوركوا سيت ان؟ بوركوا سيت ان؟ جو فوا با بوركوا سيت ان؟ علاش راكم حاكمين الناس مساكن كبار اللي قادر من نهار من نهارات قال الله يرحمه وفي الحبس؟ علاه يعني؟ ما تخافوش من الله تعالى؟ ما تخافوش من تمارك عليكم هكذا في التاريخ؟ ما تخافوش؟ ما تخافوش يجي التور تاعكم نتوما ثاني؟ ما تخافوش؟ هاو حرام الانسان يكون بحل، يكون كما نقولوا برقاس كما نقولوا حنا الشويه. يا اخي خلاص الانسان كنت نتخابط معاه، هو انا عندي اوني بي هو عنده اوني بي، ضربته وطيرت له لي بي نتاعو ما نقتلوش، سي فيني ضربتو خلاص، نحاول نهز لي بين تاعي نحطها في لا في تويتر خلاص، باسكو ما بقاش
السيد هذا راح يخرج راح يولي نفسكم، راح يولي يجي يعطيكم يدخل السلطه. هي ما كاينش، ما هو راح ينسفكم نفسكم. الشيء اللي صرا له مسكين يكفي، التبهداي اللي درتو له كامل يكفي زيد. انا اللي كنت جيت منكم والله العالي العظيم قسما عظما غير نهزو دونزينا دونز في لافيون بريزيدونسييل ونبعثو يداوي في الخارج والله. علاش؟ باسكو سي ان نوم ديتا، سي ان نوم انتيغ وطني، حب بلادو. على خدم واش خدم، اذا خدم مليح هاو خدم مليح، واذا غلط غلط وخلاص. الا هذا غلط الا ما خدعش الوطن، ما باعش الوطن، ما مدش كيما قال واحد. لو كان جا واحد خاين تاع الوطن معليش، قال اخويا انت خنتنا بعدنا، ما قتلش ناس، ما ذبحش ناس، وهم ذبحوا ناس وقتلوا ناس وهم يحوسوا، وهم يحوسوا بلاكم يخلصوا خلاص. انا نقول لكم الحق يا مسؤولين، انا مانيش افوكا تاع مسي يحيى، شو باس من افوكا، لقيت به خطره واحده وما كنتش متهم معاه. هاك بعد حتى قال لي، قال لي شي كذا شاوي انت كذا قبيلي، هاك بعد قال لي ريصان خشان. فرد خطره تلاقيتو مسكين الله يطول في عمره، ما كناش متفاهمين. على جات لي اسلاميست قلت له دينا حي علينا لي اسلاميست، وحنا وقتاش نبقاو حنا كل خطره حنا نترافيكيو في الانتخابات. شكاكون غلبنا غلبنا. قال لي واش شايف سنك؟ قال لي والله لا يعديوها. معليش ما يعديوش داكوغ، بس نبقاو ديما حاكمين كروشنا دم، ها نضرب كيفوتو ها نضرب كيفوتو، نحي عليهم نحيونا عليهم وخلاص. ها من تم بصح من تم ما تلاقيتش بيه وما شفتوش، ما طلبت منه منصب، ما عطاني منصب، ما نحتاج منصب. بصح الحقيقه دو قال انا نقولها، حتى لو كان جا واحد من المسؤولين تاع درك صرالو كيما مسي يحيى، نهضرها ونقولها كيما قلت. نقول على مسي يحيى نقول على مسؤول واحد اخر، وعلى الناس المظلومين، على الناس اللي على جال درابو كيما هذا نتاعنا نتاع الامازيغ حاكمينهم في الحبس. هذوك الدرابو نتاعنا، إما لا نحونا كل في الحبس خير، أدي وين كان أمازيغي كل حوه في الحبس وخلاص، تهناو وخلاص، أي ديروا لنا حبس أسيدي كيما قال واحد كامل وندخلوا كله وخلاص. هذا ما كان، هذا ظلم، هذا ظلم هذا. بصراحة بصراحة ما تسمعوش لهذوك البغبغاء هذوك اللي داروا يبلاكي، وكيما قلت تبعث لي واحد السيد يكتب لي واحد على جال طريكو ماسياس، قال لك اوريكو ماسياس صهيوني. انا ما فهمتش واش هو كلام صهيوني هذا اللي راكم تهضروا عليه. ليش تكون صهيوني راه ولد الجزائر، ولي الجيريا خير منك، هو مو لي الجيريا دو سوش، زاد مالي زادوا هنا في الجزائر وهو زاد في الجزائر سي الجيريا، حتى ولي يكون راه سيونيست ولا واش يكون ليسونسيال مي سي الجيريا. وانت انت راك الجيريان بار اكسيدون، باش يكون في علمك. انت راهم جابوك ماليك و كيف اسمه، انت راك حفيد نتاع المستعمرين اللي جاوا باسم الدين وقتلوا الناس وذبحوا ناس. هي هو خير منك، هو ما هو ما ما جاوش مالي يدخلوا على الجزائر باش يقولوا نو هو ولد الوطن. سبحان الله، ايه وما يجيش الجزائر. علاه الجزائر تاعك؟ الجزائر مكتوبه باسمك انت، ولا باسم مكتوبه باسم باباك، ولا باسم جدك، ولا اعطينا اللي عنده الجزائر مكتوبه باسمه ينعت لنا برك باش نخرجوا كل حتى حنا نروحوا واش كنوريكم. انا ثاني والله ما والله ما نزيدها ربع ساعه هنا. اذا لقينا الجزائر باسمك مين ترك ميم با الجيريا، انت راني قلت لك واحد كيما هذا تاع قبيلت، انت راك ارجيريان باراكسيدون، ماكش الجزائري
انت مالك، انت راك حفيد نتاع الناس اللي دخلوا على الجزائر وعلى المغرب وعلى تونس، ودخلوا عليهم باسم الدين وقتلوا ناس وذبحوا ناس وخلاوك انت قاعد. فون ات بار جيريان، اسمح لي، هو جزائري خير منك. وصهيوني، شي صهيوني سي كوا؟ مالا حتى يكون عندنا واحد دوريجين باليستينيان والجيريان نقولوا انت صهيوني، مالا الحق يجري مع بلاده، عنده الحق مع الفلسطينيين، الفلسطيني يجري مع بلاده، الفلسطينيين عنده الحق، وهذا يهودي يجري مع بلاده، اليهود عنده الحق. سي تو، سي لا ميم شوز. وين لا ديفيرونس؟ وين لا ديفيرونس؟ جو فوا با ديفيرونس. باليستينيان عنده ناسيوناليتي الجيريان، راهو مع فلسطين، ضربه مظلومه. يهودي عنده ناسيوناليتي الجيريان، ماهوش عنده ناسيوناليتي الجيريان، انت عندك ناسيوناليتي، مي هو راهو الجيريان. سي نورمال يحيز كيف اسمه لبلادو لوريجين تاعو. هذه سي دو بون كير، سبحان الله. دونك ماشي هذا الموضوع تاعنا، الموضوع تاعنا هو الناس المحابيس هذو اللي قاعدين حاكمينهم، اللي قايدهم صالح لاحهم في الحبس على جلد ريغلومون دو كونت، ما تفهموش في بعضهم، يصبحوا مساكن قاعدين راحين يموتوا في الحبس، وانتم حاكمين وانتم تركضوا في دياركم لاباس عليكم، والله يجيكم النوم، والله ما يناليكم، والله غير ما يناليكم، والله غير ما يناليكم. انا كون جيت انا والله ما نقدر نركض، خاطر نخاف نقول والله لا يقدر لو كان يموت انا هو اللي سبيلو. سبحان الله، سي لا ميم شوز. حتى انت لو كون جيت انت في الحبس، والله العظيم غير نهضروا عليك كيما رانا نهضروا على مشويح. شفتوا ما كانش حاجه يعني تريكرا انسان دا الدراهم، ها هو عندكم لي كونت نتاعو، فرغوهم له ونبينا صلينا عليه خلاص، يطلقوا الراجل علاش يعني؟ حتى ولو فوزافي سيزي انت حوايجو ما تطلقوهش يعني، ما كان تقعد تموت هنا. على كل حال، حتى وما نحنا ما نجمولكمش وما نديرولكم والو، مي خافوا من ربي، باسكو ربي راهو كيما قال واحد يمهل ولا يهمل، ما عرف يقولوا بلاد عربيه، والله يخليكم يخليكم يخليكم، مي والله طو طار وين كان ظالم يخلصها، والله وين كان ظالم راه يخلصها يخلصها. سبحان الله. وهكا بعد وصلت من الدرجه هذه وين نكونوا حسداء الوقت، ونكونوا عندنا ان هذيك قلوبنا كحل يا لطيف كي 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 واش يقولوا. سبحان الله سبحان الله يا سيدي، حتى وتكرهوه ما تشتيوهش. بصح قال اخويا تيتري هومانيتير، ايا اي روح تروى على روحك، وماشي راح يروح نداويوه ولد الدولة. هو بعد كان دولة دارت كيف اسمه الدنيا دوارة كما يقول واحد. ها هو الصباح، ها هو واش دار، ها انبعثوا، ها انبعثوا الناس راحوا داووا بالدراهم تاع الجزائر، هاك معرفات ماهوش غير معرفات، سني بريزون شارج روح، حتى اللي راح معاه بريزون شارج وما عنده حتى علاقة بالدولة، كان يصفق برك، كان يقول تحية برك، ما أبعث، على بالناش، هم كانوا ناس ما خدموا، ما عندهم دبلومات، ما والو، سون دي ملياردير، دي ملياردير، على جالت معرفات برك، روح هاك، هز حل هي حل هي حل هي، هم سون دي ملياردير، هذا واش شفتو برك، ماشي ويحيى، هو برك اللي خلال الجزائر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله، إن شاء الله الناس يسمعونا. ويوصلوا للميساج، حنا ماناش حقاد، حنا ما عندناش الحقد، حنا نقول لكم الحق. انا كون نشوف واحد عدو نتاعي الى بيزوين داد ولا غير نعاونو باش نرجع نمشي معاه ولا نهضر معاه ولا ما كانش ما نرجعش، باسكو انا اذا فتحت هزيت الدوسي نتاع واحد بعثته للارشيف ما يجيش يرجع، يا لو كان تطبق السماء يولي ارض وارض تولي سماء. بصح لو كان نشوفو الى بيزوين داد نعاونو نعاونو، وقال احكم سبعك ليه، ما عنديش هذيك ليبوكريزي، ما عنديش هذيك تاع واحد يضحك لواحد ها ويستنى الوقت يبون يرضيهم لور. انا خاطيني، انا نكره واحد ولا صاي هزيت الدوسي نتاعو حطيته في الارشيف سي فيني، انا وياه ما نتلاقاوش حتى لو نكونوا عند ربي سبحانه عز وجل. اذا نجمت نطلب عند ربي نقولوا اديني بعيد، ما نحبش يكون بحذايا. بصح الى بيزوان داد قسما عظما غير نعاون. وكان ناس على بالهم واش راهي نهضر، كان ناس كانوا دي زينمي تاعي، نهار صارت لهم مشاكل بعثت لهم قلت لهم اذا سي فوزافي بزوان داد راني موجود. الحمد لله ماناش قلوبنا صافيين،
عندنا والو. عليه اترك تدار ان شاء الله نرجعوا في اذا كاش مكان موضوع اخر، واذا ما كانش نقول لكم غدوه ان شاء الله.